السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ بخير، نتمنى كاع تكونوا بخير وصحتكم بخير. الله يجعل ربي يحفظكم ليا ويعزكم. وكما العاده جيتكم في فيديو جديد وموضوع جديد. سمحوا لي على ما درتش لكم الفيديو البارح اخوتي، راه ما كيكفيش الوقت في البلاد هذه، وما كاين غير جري عليا نجري عليك والله غالب. وحنا راه كما كنقولوا راه كندير المستحيل انا باش نرضيكم وباش ندير لكم فيديوهات زوينين. والصراحه وكما نقولوا هادشي راه قليل عليكم، ما كرهناش نعطيكم شي حاجه ما اكثر. والله غالب هو هادشي اللي كاين اخوتي، راه الوقت ما كيسمحش في البلاد هذا. وكما العاده واحد الاخوان كانوا كتبوا لي في الكومونتير يا ودي خويا ايوب هضر لينا على الحراك تما كيفاش كيوصل، اشنو خصو يدير وشنو هي الامور اللي خصو يتبع. ان شاء الله راه غنطرق اليوم لكلشي لهاد المواضيع هادو، وغنطرق لشي امور اللي الانسان ضروريه وغادي تخصو وغتفيدو كي غيجي الانجليز. وخليكم معايا واني معكم وغنديكم واحد المناظر زوينه غتعجبكم ان شاء الله. وكما كتعرفوا الخوت في الفيديوهات اللي سبقوا درت لكم باللي فيه كنسكن، هادي البلاصه فيك الريح وفيك الكراحتي. يعني هنا بغي كيكون الصيف راه كتكون الدنيا عامره والدنيا زوينه، والصراحه راه ما تسخاش تنوض من هاد البلاصه هادي بالاخص هي في الصيف. وانا كنحاول نوريكم كل شيء صغيره وكبيره. كتعجبني الصراحه، كتعجبني هاد الجره هادي وكنلقى فيها راحتي وكنت كونسونطر مزيان صراحه تزكال. وكما قلت لكم الخوت، كنت باغي ندخلكم هنا وسط هاد الغابه هادي اللي قريبه ليا، والصراحه فيها واحد القهوه هنا زوينه وفيها الطبله وكنقدر نريح ونصور على خاطري. ولكن مع لقيت الغيس بزاف كاين طرق بزاف فيها الغيس راه ما قدرش نمشي. وان شاء الله غادي نحاول شي نهار نصور عليكم. نحاول هي واحد القهوه زوينه وكيريحوا فيها لي زونغلي وزوينه، جات وسط الغابه والانسان كيقدر مريح وداير به الشجار، يعني واحد المنظر زوين صراحه. والموضوع اللي جيتكم عليه اليوم راه ماشي تاع الغابه ولا تاع الجرادي، موضوع جيتكم عليه زوين واللي وصوني عليه بزاف الناس، وقال لي ودي ايوب هضرنا في هذا الموضوع هذا وراه بغيناك تطرق علينا لهذا الموضوع. خوتي اش غادي نقول لكم؟ اللي كاين غنقولوا لكم، وما تسمحوش لي لزدت عليكم شي حرف ولا نقصت عليكم شي حرف. وانا غادي نحكي من جميع النواحي، يعني من ناحيه الانسان الى جا هنا فيزا، ولا من ناحيه الانسان الى جا هنايا حراق. يعني راه غادي نحكي من هاد جوج اطراف هادو غنحكي عليهم. وبصيفتي انا جيت حراق هنايا وما عنديش الوراق، والحمد لله راه كما حكيت لكم سواء عندك الوراق ولا ما عندكش الوراق هنا راه كتبقى بخير وما كيخصك حتى خير. وعلى بركه الله. ونبدا لكم الموضوع. علاش قلت لكم انسان هنايا خوتي كيفاش كيجي حراق هنايا؟ اول حاجه خصك دير، وبالنسبه لي انايا والانسان الا بغى يتبع النصيحه ديالي يمشي يدير اللجوء، حيت اللجوء راه ماشي شي حاجه، راه مقبول اللجوء انساني بصيفتك تكون مغربي ولا جزائري ولا تونسي، راه كيقبلوا اللجوء الانساني باللي انك نتايا كيما نقولوا مشاكلك، عندك مشاكل ماليه في البلاد و كيما نقولوا ما عندكش واحد الخدمه فيكس في البلاد، وباللي العائله ديالكم فقيره، راك هنا كتاكسبت اللجوء ديالك وكيقبلوه، ولكن ما يعطيوكش عليه الوراق. المهم كياكسبتيوك هنايا وكيعطيو كيما نقولوا واحد الاي دي كارطا راك تدور بها، وسهله تجوج في هاد البلاد، راه ماشي حاجه صعيبه. يعني مادام هما كيخليوك تعيش في بلادهم واحد المده ديال 5 سنين ولا 10 سنين ما كيقولوش لك السلام عليكم، ما كيهضروش معاك، راه اللي ما بغاش يتزوج يعني كيقولوا لك سير اخونا دبر على راسك سير تزوج. والانسان تماك فين خصو يخدم قافز ويفهم باللي هنايا راه عطاه فرصه وخصو يغتنم من الفرصه. هي هذيك الانسان بغى يجي حراق ملي حالو يمشي يقدم اللجوء، حيت اللجوء راه كيتبت على الاقدميه ديالك على النهار اللي دخلت فيه. بحال دابا انايا باش تفهموني مزيان، عندي 9 سنين في هاد البلاد، راني طالع في 9 سنين، يعني غدا ولا بعد غدا يخرجوا الوراق، انا عندي ما يثبت باللي انني عندي 9 سنين في هاد البلاد. وهذا الشيء هذا راه مهم ليكم وتقدروا تستافدوا منه. هانتوما شوفوا الحاله ديالي، اللي يقول لك لا راه ما ديرش لجوء في الانجليزي ردوك للبلاد، كون كانوا بغاو يردوني للبلاد كون ردوني انا. يعني انا بصيفتي انا جيت انا لهاد البلاد وما فاهمش نهار الاول، درت انا مشاكل، درت حوايج اللي كانوا قادرين عليهم يصيفطوني، ونقال زاد شي باش زوينين
راه ما كيحكموش على الانسان من نهار الاول، كيعطوك فرصه وكيعرفوك جاي من العالم الثالث، كيتفهموك ويتفهموا الموقف ديالك وكيحاولوا يمشيو معك بالعقل، حتى كتجي انت واحد النهار وكتلقى راسك راك تادابتيتي ووليتي كيما نقولوا دخلتي للصف وشديتي معاهم الطريق وكتعرف كتولي تعرف العقليه ديال لي زونغلي. يعني الانسان انا اللي ننصحو بها يجي هنايا يدير اللجوء ديالو ومشي تخدم نوار بلا كوارط، راه ساهله تخدم. بغيتي تزور ورا وتخدم راه ما عندكش مشكل، لازمك تزور كونت بونكير ودير واحد كارطة صفراء طليانية ولا سبليونية ولا بلجيكية، المهم تصاوب كارطة، وراه كاينين الخوت هنا كيصاوبوا هذا الشيء. كتصاوب كارطة وكتصاوب انشورنس نمبر، انشورنس نمبر هو النيميرو يعني سيري نمبر ديالك ديال الخدمة ديالك ديال كيما نقولوا ديال سيري نمبر ديال جوب سنسر ديال هنايا، يعني باللي نتايا راه عندك انشورنس نمبر وعندك الحق تخدم في هاد البلاد. حتى هاد الانشورنس نمبر تا هما كيصاوبوه الخوت، ماشي شي حاجه واعره، كيبقى لك غير الكونت بونكير كيصاوبوا لك الخوت كونت بونكير. الكونت بونكير هنايا غالي شويه، كيوصل حتى 300 اورو 400 اورو الا بغاو يصاوبوه لك الخوت، يعني باش انت تمشي تفتح كونت بونكير في واحد البنكه هنا انجليزيه راه شويه ريسكي وشويه صعيبه. كاينين الخوت عندهم لي كونتاكت كيصاوبوا الخوتنا هنايا لي كونت بونكير وصافي، كتمشي كتقلب على خدمه راه كتدفع لي الامور ديالك. وواحد القضيه نزيدها لكم، واخا المعلم ديالك راه كيعرف في الوراء، وما تقول لي ايوب زعما ما غيعيقش بالباسبور ولا بكارطه مدرحه، كيعرف هو داك الشيء، ولكن انت ما حدك كتجيب له دوك الوراء هو ما عندوش مسؤوليه. يعني الا جات مثلا الكونترول تاع الوراء ولا كونترول تاع الخدمه عنده هو في الريستورو ديالو، هو راه خارج السوق، خاطر انت عاطيه واحد الوثائق باللي تثبت باللي انك انت ايطالي ولا اسباني، يعني هو راه زعما راه كيلعبها باللي ما عارفش باللي راهم مزورين، ولكن رغم ذلك راه كيعطيه واحد الغرامه ماليه، يعني راه ما كيزقلوش. والصراحه تزقل انا ما كنقولش لكم هاد الهضره كنخلع فيكم، يعني قليل في كيجي هاد الكونترول. وهنا هاد الناس هادو اللهم يشدوك مصوب وراء مدرحين وخدام، ولا ماشي كتشفار ولا ماشي كتبيع في المخدرات ولا شي حاجه خايبه. يعني قال زورو واخا كيبغيوك ما كي واخا كي ما عطاوكش الوراء وكيلقاوك خدام بوراء مزورين، راه هادشي الفائده البلاد، يعني الفائده ليهم هما. انجليزي راه ما غيمشيش يخدم ديك الخدمه اللي غتمشي تخدم في الريستورو باش تكون في الراس ديالكم. وحنايا بصفتنا حراقه حنا راه معاونين هاد البلاد، فاش حنا كيسميونا ايميغرانت بزنس، يعني غير 5000 عبد بحالي انايا كل واحد يشري ايترو ديال الحليب في النهار، راه الانجليز كتولي تبيع 5000 ايترو ديال الحليب زياده يوميا، يعني حتى حنا راه علينا فينا الرباح وفينا الخساره، يعني هما رابحين معنا في شي حوايج وخاسرين معنا في شي حوايج. وهذا الشيء اللي كنبغي نقول بالنسبه للحراقه، يعني راه تجي هنايا راه ساهله تخدم والخدمه كاينه. وإلا كذبت عليكم ما تسمحوليش، انا ما غاديش نجيب واحد الانسان غيكون عايش في المان ولا عايش في السويد معزز مكرم ولا في بلجيكا ونقول له خويا اجي هنا باش يجي يريح هنا يونسني وباش يبقى يدور هنا ما يلقى لا خدمه لا والو. انا كنقول لكم اللي كاين انسان هنا راه الخدمه كاينه، وسولوا راه ما والانسان جيب معاه الصنعه، راه الصنعه تنفعك اخويا، راه الصنعه تنفعك وتحمر لك وجهك وتخدمك وراسك مرفوع. ما كاينش اللي يقول لك ما كاين اجي سيدي هكا مولاي، يعني الصنعه راه هي اللي تهزك وهي اللي تشرفك فين ما مشيتي. وراه مهمه الصنعه، راه مهمه في الغربه وبالاخصيه في الانجليز راه مهمه. الا كان عندك صنعه راه كتمشي صناعتك كاينه كتخدم فيها، الا ما كانت عندك صنعه راه كتقبل باش ما كان بالموجود، يعني اي حاجه راه ما غتشرطش الخدمه اللي غتجي غتخدمها. وبالنسبه للناس اللي جاوا هنايا فيزا وكيقراو وباغين يخدموا، راه حتى هما غادي نهضر في هذه القضيه هذه. ويعني الانسان يحاول ديما يشوف القدام ويشوف بوزيتيف ماشي نيجاتيف، يعني الانسان يسمحوا لي يشوف نيجاتيف يشوف بوزيتيف، يعني الدنيا هذه راه الانسان الا ما كافحش فيها والغربه راه وقتها كيجري بالزربه، يعني الا ما جيتيش وما خدمتيش ولا ما درتيش الوراق راك ضعت، يعني يدي الفلوس يدي الورا. وهذا الشيء راه ماشي صعيب، والانسان راه حتى كيجي واحد النهار كيلقى 5 سنين 10 سنين دازت كيهرب عليه الكار صافي،
كيطيحوا له العظام وكيطرخاو وكيقول صافي انا 10 سنين ولا 5 سنين ضاعت من حياتي، صافي انا غنعيش غير هنا ونبقى هنايا، وكيتقبل الواقع وما كيزيدش يهبط كاع لبلادو. وهذا الشيء انا ما بغيتوش يصرى للناس، حيت هذا الشيء هذا صعيب، وشفت بزاف الناس هنايا جاو باش يديروا الوراء ولا باش يديروا الفلوس ولاو حاصلين هنايا، هما ضاربين 25 عام و 30 عام ومازالين كينعسوا في الخرب ومازالين كينعسوا تحت القناطر. يعني هذا الشيء هذا لازمكم تعرفوه وخليكم معايا. وبالنسبه للناس اللي جاو هنايا فيزا، وكنبغي نقولها لهم من هنا خويا راه تقدر تجي هنايا فيزا وتقدر تخدم، ولكن اخويا راه ماشي سهله وماشي صعيبه. يعني باش تفهموني مزيان، هنا كتجي لازمك تمشي للمدرسه، والا ما مشيتيش للمدرسه راه اصحاب المدرسه كيعلموا الوزاره الداخليه، يعني الهوم اوفيس كما كنقول لكم، كيعيطوا لهم كيقولوا لهم السيد هذا اللي جا فيزا فلان بالفلان راه ما كيجيش للمدرسه، يعني الفيزا ديالك كتولي مبلوكيا باش تفهموني. وعذروا مع تكمل الفيزا عذروا يجيو يديروا لك الترحيل، يعني ديبورتيشن يصيفطوك ريفولي. هاد القضيه باش الانسان يفهمها ونقال زاي الا بغيتي تقتلهم سوا انت حراق ولا بلا وراء، نحاول ما دام طاحت لي الفكره في راسي نحاول نقولها لكم. نقال زا ما كتهمهمش انت حراق ولا فيزا، اشنو عندك، اشنو جبتي لينا، اشنو باغي دير في هاد البلاد، يعني باش تفهموا هاد الامور. ونقال زا باش تقضي عليهم كيما نقولوا تجيبهم كاو قرا، كيبغي يولي قرا حيت هما وصلوا لهاد الشيء هذا غير بالقرايه، فهمتوا الخوت؟ يعني الانسان بغى كيقرا هنايا راه مزيان، راه مزيان الخوت، وميلقاوش هما كيفاش يصيفطوك، ولو يبغوا يصيفطوك راه يخليوك هنا، ولو تكون الفيزا ديالك قديمه وقدامت وخصك تهبط لبلادك يعدوا يشوفوا يعاودوا يجدوها لك الا شافوك سيريو وشافوك باللي راجل انت غتصلح للبلاد ديالهم وباغي تخدم البلاد ديالهم، وما فكش النفاق وما فكش كذوب وما فكش شفره. وعدوهم هما اللي كذب عليهم ولا اللي شفر عليهم، خاطر التاريخ ديال الانجليز راه معروف، هما اكبر كيما نقولوا امبايرز في العالم، اكبر بلاد استعمرت العالم كله باسره، واكبر بلاد عندها مخططات اللي كتشوف على بعد 50 سنة و 100 سنة. ما غتجيش نتايا من واحد الدولة ما على باليش كيفاش داير الفكر ديالها ولا كيفاش داير العقلية ديالهم باش انت غادي تجي وغتضحك على النقالزة. راه هما واخا انت كتقولك ضحكت عليهم هما راه عايقين بك، وكما كنقولوا كيجي واحد النار وكيريح معاك في الطابلو كيقولك فلان ها كاين وها كاين وها كاين، وسير الله يعاوننا ويعاونك. وانا هادشي انا راه شفتو كنعرفو، انا راه كنت كما كنقول لكم ما كما كنقولوا ما كنتش كنريح الارض وكنت شويه خفيف، ولكن الانجليز كتربي الانسان وكتثبت الانسان، ولا كان قبيح كيولي درويش، ولا كان ما عاريش كيولي عاري، ولا ما كان سبورتيف كيولي سبورتيف. يعني هاد البلاد هادي سبحان الله كتدخل ليها كتولي منضبط، حيت هي فيها انضباط وفيها النظام ديالها واعر. وباش ما نهربش لكم من الموضوع، يعني مره كنخرج لكم من الموضوع، كنبغي اي حاجه تطيح لي في راسي كنبغي نقولها لكم، ما باغي نزقل والو، ما باغي نزقل والو، باغي نقول لكم كل شيء باش ما يجي واحد النار ناخذوها معكم ونربحوا معكم غير رحمه الوالدين، باش الانسان الا استفد والا لقى هذاك الشيء اللي قلنا له كيجي لهاد البلاد يلقاه كاين، راه غيقول اخويا ايوب راك الله يرحم لك الوالدين راك قلت لنا اللي كاين وهذا الشيء فادني، وهذا الشيء هذا هو المبتغى ديالي، وهذا الشيء هو اللي باغي نربح انا. الحمد لله حنا راه ما خصنا حتى خير، هذا الشيء علاش درنا هذه القناه. يعني الانسان كيجي هنايا فيزا ويبغي يخدم راه صعيبه عليك اخويا، ولكن الا كنتي تقدر عليها راه مزيانه. يعني انا طلعت مع دراري هنايا كيمشيو الصباح كيقراو كيكملوا مع الربعه العشيه مساكن الخمسه كيمشيو يخدموا، كيمشيو يخدموا في لي ريستورو، كيخدموا في لي بيسري، كيخدموا في بزاف الامور اللي تشيكن تشيبس، يعني كاين هذاك ديال تشيكن تشيبس بحال ماكدونالد، كاينين كيخدموا عند الهنوده الباكستان لي ريستورات طلاين. يعني تقدر تخدم من الخمسه العشيه حتى ل 12 النهار، يعني باش تفهمني انت راك نايض مع 6 الصباح، نايض مع 6 الصباح فاطر غاسل وجهك لابس حوايجك مشيتي للمدرسه، غتمشي للمدرسه غادي تقرا حتى الربعه د العشيه، غادي تكمل غتخرج من المدرسه غتشد ترونسبور غتمشي للخدمه. عفوا اسمحوا لي راه هاد البلاد بلاد البرد. غادي تمشي غادي تخدم من غتخدم كما قلت لكم من الخمسه د العشيه حتى ل 12 الليل، 12 الليل
غتجي راه ما غادي تريح في الدار، ما غتفرج لا فيلم لا والو، غتجي غتنعس ديريك، غتنعس خاصك تنوض عاوتاني 6 الصباح، وراكم عارفين 6 الصباح جري عاوتاني حتى الليل، عاود زيد دخل دارك عاود زيد جري، وهذه هي الخدمه في الانجليز. ولكن الا ما خليتيش اليوم منين يشدوك خدمتي وقريتي راه مزيانه لك، راه بغي كتجي الفيزا عاوتاني ولا حاجه راه كيبدلوا لك الفيزا ديالك وما عندكش كاع المشكل، يعني راه المشكل كاع ما عندك. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي انا كنبغي نقول لكم، يعني راه باش الانسان يتفاهم هذا الشيء هذا، راه هنايا راه تقدر تخدم وتقرا وما عندكش كاع المشكل، و الا قدرتي غير تضبط الوقت ديالك والامور ديالك وكيفاش تسير راه ما نزيدك غير الخير. يعني هنا راه صعيبه باش تقرا وتخدم في نفس الوقت، صحتك تطيح ماشي ساعه، صحتك تطيح. وانا شفت عباد هنايا مساكن الله يحسن العوان مساكن خاسرين فلوس صحيحه وجاو لهنايا، وفي الاخر كي جاو لهنايا خصهم الفلوس اللي تسلفوها في البلاد، خاطر كاين ناس تسلفت باش جات قرات هنايا. يعني راه الناس والديه ممكن تسالوهم الناس فلوس لازم يجي هنا يقرا ويخدم يقرا ويخدم، والحمد لله راه كاينين الناس خلصوا 15 مليون و 12 مليون باش يطلعوا يقراو هنا، والحمد لله راهم خلصوها وكملوا فلوسهم وكملوا كريديات ديالهم وشراو ديورهم. وكاين اللي كنعرفو انايا كاع مشى بعيد كاع، وهذا الشيء كيبقى ارزاق الانسان. كيقول لك واحد المثال، قبل ما تشوف قبل ما تاكل العسل خصك تشوف النحل، يعني قبل ما تاكل العسل لازم تشوف النحل، يعني راه ماشي ساهله باش توصل العسل بالزربه، راه النحل قدامك. يعني راه كاينه امور في الدنيا لازم تدوز عليها باش توصل للمبتغى ديالك والمراد ديالك والمستقبل ديالك، وهذاك الشيء راه كيبقى مزيان. يعني راه كل شيء كيفوت كيبقى ذكريات. يعني انا هاد 10 سنين ولا 11 عام دابا اللي عندي ديال الغربه راه الحمد لله وفرحان بها، وكنقول بقى عندي كل شيء رباح. علاش؟ شفت فيها بزاف وعشت فيها بزاف، كما كيقولوا اللي جال بزاف حسن من اللي عاش بزاف، والحمد لله الحمد لله ربي كيعطاني هاد الخبره هذه اللي عمري ما كنت كنتوقعها في الصغر ديالي باللي غادي نشوف هاد الحوايج غنشوف هاد الامور في الحياه ديالي. وخليكم معايا باش نوريكم ان كالزا راه كيبغي واللي كيقرا ما عندهم حتى شي مشكل هما اللي كنتي كتقرا في هاد البلاد، وما يصيفطوكش الا ما كنتيش الا كنتي كتقرا في هاد البلاد، والله ما يصيفطو. كيبغي واحد كيقرا حيت هما وصلوا بالقرايه وصلوا بالمخ. وخليكم معايا، وكما كنت جاي خوت بغيت نوريكم واحد اللعيبه، شوفوا الناس. يعني انت راجل كبير ماشي دري صغير، شوف الهوايه ديالو اللي كيعرف هادي. يعني انتم باش تعرفوا لا ديسيبلين تاع لي زونغلي، حنا كون يشوفوك دابا في المغرب داير هادي كتلعب بها يقولوا شوف لا راه تسطا ولا مهبول. هانتوما شوفوا السيد قداش في العمر، يعني راه شايب وبيض، وهانتوما باش الانسان يعرف. حنا في المغرب كنحكموا بالمظاهر، وفي الدول العربيه كنحكموا بالمظاهر. يعني كون يشوفوك دير دابا هادشي كون يقولوا الدري هذا راه الراجل حمق ولا تسطا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادو هما الامثله اللي كنبغي نعطيكم. شوفوا الناس يعني كتلقاه كبير في العمر ديالو ولكن عنده واحد الهوايه كيخرج مره مره كيديرها، وشي محاضي شي ما تابع شي كله كيعوم بحره هنا في هاد البلاد، بالاخص في الانجليز. اما فرنسا واسبانيا راه كثرت العرب تماك، راه ولات الحاضيه 100 في الساعه بحال راك عايش في دوله عربيه. اما الانجليز لا ديسيبلين كله كيعيش الحياه ديالو. الله يدير لنا شي حل اخوتي، والله يجعل البنادم يبدل العقليه ديالو في هذيك البلاد، راه ما خداماش ديك العقليه الخوت الصراحه تكال. الله يجعل ربي يدير لنا شي تاويل ديال الخير. شوف هانتوما السيد، شوف السيد كيضحك واخد راحته. شوف خوتي كما قلت لكم بلي عندي لكم واحد المفاجاه، انا غنحاول نوريها لكم باش تشوفوها، وما تقولوش ايوب الا راه خدمها ولا هانتوما مش عارفوا. انا نحاول ندور لكم وتشوفوا كلشي على عينكم. شوفوا هاد الناس، شوفوا هاد الناس يا خوتي. ها عرفتي شنو هي هادي؟ هادي مكتبة لايبيري، لايبيري كيما نقولو بالعربية. تجي تهز كتاب تحل هنا، ها نتوما تحل تهز كتاب اللي بغيتي تقراه، تعاود تردو لبلاصتو، تهز كتاب اخر تديه معاك تعاود تقراه وتردو لبلاصتو. اش كنقولكم الانسان هنا كيبغي وهما اللي كيقرا. هما كاتبين هنا take a book give a book، يعني خذ كتاب ورد كتاب، فهمتي؟
وهذا الشيء هذا راه دايرينو الناس. ها انتم شوفوا من شنو هما دايرين من 1977 حتى 2019. ها انتم الخوت شوفوا فين جات، شوفوا فين جات ها في الزنقه، ها في الزنقه الخوت، ها فهمتي؟ يعني ماشي ضروري نتايا غادي تجي هنايا وغادي دير لهم شي امور اللي ما كايناش. ها انتم شوفوا الناس كيفاش دايرين اخوتي، ها الله غادي نهار الشتا الا دخلت، قسما عظما ان الله نهار الشتا الا دخلت اخوتي، وانا كنوريكم كلشي باش تقولوش ايوب كيكذب عليا. ها شوفوا، ها مكتبه في الزنقه، مكتبه في الزنقه، قرا وتعلم، قرا قرا وزيد تعلم. ها لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس هادو خصهم غير يشاهدوا، وعلاش هما كيقراو مزيان؟ خاطر الكتاب الله بادي باقرا، اقرا وربك الاعظم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لا يعلم. كل شيء بالقلم اخوتي، حنا طلقنا القلم نسينا كاع العالم فين وصل كاع. وكما ديما اخوتي تهلاو ليا في ريوسكم وخليت لكم الراحه، والناس اللي كتبت لي الكومونتير في الفيديو اللي فات، انا اخوتي راه درت هذا الفيديو هضرت لكم على شنو باغين، واللي باغي يسولني على اي حاجه ما كاينش كاع المشكل، اللي باغي يزيد كما نقولوا يزيد يهضر معايا وبغي يسول على شي امور مهمه راه نقدر نصيفط له الفيسبوك ديالي ولا البريفي ديالي، ولا دخلوا نتوما الانستغرام، راه الانستغرام نخليه لكم في الديسكريبسيون، دخلوا الانستغرام راه مره غنديروا اللايف في الانستغرام، اللي بغى يسول على اي حاجه راه ما كاينش مشكل، خوكم انايا وما عنديش كاع تغرام ديال المشكل. ونتمنى من الله يكون فادكم هذا الفيديو هذا. وها انتم كتشوفوا كانت شويه الدنيا ساحيه، هيا ولات الشتا دابا، وانسان خصو يكون عارف هذا الشيء. الانجليز راه تقدر تشوف فيها خمسه الاجواء في نهار واحد، يعني البرد الشتا الرعاد الضباب اي حاجه تقدر تشوفها هنايا، ولكن راه بلاد زوينه وبلاد لافونير، انسان يقدر يدير فيها لافونير ديالو ما نكذبش عليكم، لا من اي ناحيه كما قلت لكم لا الفلوس لا اوراق، بقى فيها الغفله وهادشي اللي كاين. ونتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للناس اللي باغا تجي للانجليز باش تعرف شنو كاين. وإلا زدت عليكم شي كلمه اخوتي ولا خبيت عليكم شي حاجه ما تسمحوليش، قدام الله بيناتنا الله، وهادشي اللي كاين، وانا راه كنديروا هادشي ماشي على جال هدف، باش نربح معكم اخوتي غير الخير والحسنات ونتعرفوا على ناس جديده. وتحياتي لكم، تحياتي والناس اللي كتحبني والناس اللي كتعزني واللي كتكتب لي كومونتير زوينين، هذوك هما اللي كيشجعوني وكيخليوني ندير لكم لي فلوغ ونبقى معكم. وواحد القضيه اخرى، راه بغيت نمشي نصور لكم واحد اكبر جامعه انا كاين في لندن ما شاء الله، اللي كتواجد حداها الجاليه المغربيه وكتقطن حداها الجاليه المغربيه والجاليه الجزائريه، وكيقطنوا فيه العرب وكافه المسلمين، يعني واحد الجامع اللي خصني ضروري نصوره لكم وخصكم ضروري تشوفوه ان شاء الله، وغادي نديه لكم غنديكم ليه، ولكن خفت نمشي له ولقى ساد مع الكورونا، خاصني تندخل دابا ندير واحد تشيك نقلب باش نعرفوا واش حال ولا محلول، باش غدا ان شاء الله نمشي ندير لكم في فيديو باش تشوفوا الامور وتشوفوا الدوله هذه فين واصله تاهما في الاسلام. وخليت لكم الراحه، والله يجعل ربي يحفظكم، واللي باغي يسول على اي حاجه راه قلتها لكم اكتبوها علينا خليوها لنا في الكومونتير. والدراري اللي كيحبونا دخلوا اخوتي للانستغرام باش مرة نديروا لايف في الانستغرام ونضحكوا مع بعضياتنا ونتناقشوا مع بعضياتنا، والله يجعل ربي يحفظكم، والله يخلي لكم والديكم. السلام عليكم.